قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سامسون، قالت إن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الهيدروجين، مشيدة بالإعلان عن هذه الخطوة ضمن COP27. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد إحدى أهم الشركات في مجال الطاقة. في مصر فرصة عظيمة لاستخدام الطاقة الشمسية وأيضا استخدام الهيدروجين الأخضر، وأن تكون سوقا يعتمد عليه، ومصر من أوائل الدول التي تتعامل مع هذه الحقيقة. بالتالي فإن مصر دائما تعتبر شريك بالنسبة لنا، وفي الصيف حين قمنا بالتوقيع على مذكرة التفاهم المرتبطة كان هناك مذكرة تفاهم ثنائية، وأيضا تم الاتفاق على أنه فيما وراء هذه المذكرة سوف يتم التعامل في القطاع الأخضر.